السلام عليكم احلى متابعين في عالم اماني. هنعمل ماسك الفحم والجيلاتين، فوائده كبيرة جدا جدا. الاول اجربه لكم ونتكلم على فوائده وهنقول بالتفصيل جوه الفيديو. بندهن طبقة على البشرة وبتشيليه، بيبقى بيتحول لمادة جيلاتينية زي الجلد كده، بتشيليه او بتقشريه. طبعا انا عشان مش لاحقه ينشف على ايدي هفركه دلوقتي، بس انا بوريكو بتشيليه بالشكل ده من تحت لفوق كده زي الجلد اللي بيبقى لازق على البشرة، بيتحول لمادة جلدية كده. طبعا انا بفركه دلوقتي عشان لسه منشفش، بس تحفة جدا، نتيجته هايلة هتشوفوها دلوقتي حالا. طبعا بيزيل الجلد الميت، بيقشر البشرة، بيفتح البشرة، ازالة الرؤوس السوداء، وبيشيل الشعر الوبري واي رؤوس سوداء حول الانف بيزيلها تماما. الناس يعني اللي بيشتكي من الموضوع ده بصراحة تحفة جدا. شايفين النتيجة؟ ان شاء الله الماسك هيعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة وازاي عملناه. ماسك يا بنات بجد معجزة بكل المقاييس، ماسك حلو جدا جدا، بيفيد البشرة قوي قوي، وكمان بيعمل ازالة للشعر اللي في البشرة، وبيخلي البشرة نجيفة تماما، وبصراحة بتنور كده وبتبقى زي الفل، وان شاء الله هتبقي فلة. يلا نبدأ الماسك ونقول عبارة عن ايه. انا جبت 3 جنيه جيلاتين من عند العطار، يعني مش هكلف نفسي بأي حاجة. اهو بالشكل ده جيلاتين، يكون من غير اي نكهة، بدون اي نكهات، جيلاتين سادة، بيبقى شكله زي البودرة او ملمسه زي النشا كده، بس طبعا غامق وزي ما احنا شايفين كده. تمام كده. هعمل ايه؟ وكمان جبت الاول شريط فحم اهو بالشكل ده، سعره كام؟ ب9 جنيه شريط الفحم. هيعمل لك كذا مره، متقلقيش، ما يعتبرش غالي، لان ده هيعمل لنا كذا ماسك. بيبقى شكله كده اقراص الفحم، طبعا بتجيبيها وبتطحنيها بالشكل اللي انا عاملاه ده، وبتنعميها علشان تبقى ناعمه على بشرتك اهي. تمام كده. طحنت حوالي 4 اقراص يعني على قد البشرة. الماسك ده يا بنات عشان طبعا داخله جيلاتين، ما بيتعملش وتسيبيه، لازم في نفس الوقت بتعمليه بسرعة، بتطبقيه على البشرة، وكمان ما ينفعش ان انت تعمليه وتحفظيه علشان تعملي ماسك مثلا بكرة، ما ينفعش، لازم في نفس الوقت. تمام كده، يعني صابح بصابح زي ما بنقول. كده انا دوبت طحنت اقراص الفحم، لما نعمل بالشكل ده هحط عليها معلقه جيلاتين كبيره او 2 صغيرين، عشان انا المعلقه بتاعتي صغيره، هحط معلقتين جيلاتين عشان يكفي البشره اهو، على قد البشره بتعملي، ما بتزوديش ابدا بالشكل ده. طبعا بتزودي اي مادة جيلاتينية او اي حاجة داخلها الجيلاتين، لازم تستخدمي معاها مية سخنة علشان تدوبي او تفكي مادة الجيلاتين، لانها بتبقى طبيعي مادة يعني زي اللزق كده، عامل زي السم، فطبعا ده الجيلاتين ما بيفكش معاكي الا طبعا لون الفحم هيكون متغلب. فايدة الفحم ايه هنا؟ بيفتح البشرة جدا على عكس ما احنا فاهمين عن الفحم، وكمان بيعمل ازالة للشعر نهائية، يعني ما بيظهرش الشعر تاني مع المواظبة طبعا على الماسك، واظبي عليه مش هيظهر الشمع تاني اهو بالشكل ده. طبعا هخفه شوية علشان يكون اعرف ادهنه على البشرة، بس هو ممتاز قوي، يعني نقطة بسيطة بس كده، واعمله عشان ادهن بيه بشرتي ويكون احلى ماسك في الدنيا.
ان شاء الله هتشكروني على الماسك الجميل ده، لانه فعلا قيم جدا جدا. ماسك الفحم والجيلاتين، انا عايزه رايكم في الكومنتات، وعايزه رايكم. هحط الحقيقه شويه جيلاتين تاني، يعني ما تلاقيه معاكي اهو، حوالي معلقه صغيره. طبعا انا عشان الميه كترت مني، لما انت لو مشيتي على العيار بيبقى جميل جدا، مش مشكله خالص، بس لازم اعمل كده علشان انا عايزه قوام معين ينفع يدهن على الوش زي الكريم. تمام كده، ده هيعمل لك بشره. ممكن انت يعني الكميه اللي انا عملتها دلوقتي ممكن تعمل لبشرتين، يعني انت وبنتك، انت واختك، لانها كتيره طبعا على البشره. طبعا الميه سخنه جدا معايا، فانا بلحق الجيلاتين قبل ما الميه تبرد. لو بردت ما تدوبش الجيلاتين يا جماعه، اي ماده جيلاتينيه بس كده. هو ده القوام اللي انا عايزه ادهن بيه بشرتي، هوريه لكم من قريب. وصلت للقوام المطلوب اهو بالشكل ده يا حبايبي. كده هبتدي انضف البشره، بعمل حمام بخار للبشره. ميه بتغلي في حله او في اي حاجه، وبتخلي البخار طبعا بتطفي النار، وبتخلي البخار يطلع على بشرتك بحيث تفتحي مسام البشره، وبعد كده بتنشفي وشك كويس وبتبتدي تدهني الماسك. بعد كده بينشف على بشرتك، بيعمل زي جلده. انا عايزه اوريه لكم اهو، عامل زي كاني بحط على ايدي صمغ لاصق. بتعملي كده، طبعا هو ممتاز ممتاز، بيفتح وبينضف وبيزيل الشعر. مع الوقت مش هتلاقي شعر بيطلع في وشك اصلا، ده طبعا لوجود الفحم اهو بالشكل ده. طبعا المفروض انك بتقشريه، بيبقى زي الجلده، وبتشيليه كده من على بشرتك. يا رب اكون قدرت افيدكم، والماسك بتاع النهارده عجبكم. انا دلوقتي هوريه لكم ان انا بفركه كده، انما هو طبعا مش بيتفرك، انت بتقشريه زي الجلده كده وبس، وبتدهني اي كريم مرطب بعد كده اهو. بصوا ما بيطلعش حتى بسهوله، بصوا الصم اللي بتقشر، الحته اللي عملتها تحفه تحفه يا بنات اهو بالشكل ده. وحواي وشك هيحمر ويبقى زي الفل. يا رب يكون الماسك بتاع النهارده عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه يا حبايبي.